طالعة جبل كليمانجارو بصراحة كنت بقول دي آخر مرة أطلع جبل في حياتي، وكنت تعبانة جدا. بس أول ما نزلت وأول ما خدت الشهادة وعرفت الإنجاز اللي أنا عملته، لأ قررت لأ ده أنا بحب كده. البداية كانت 2008 بالصدفة في رحلة لسانت كاترين، فكنت عايزة أجرب إيه سانت كاترين ورحت معاهم. وبعدين حبيت قوي الجبال وقررت إن أنا أسافر على طول مع الجروب بتاعت الهايكينج. جهزنا تريب لكليمانجارو في تنزانيا ديسمبر 2015. طلعنا بس انا جالي التيتيود سيكنس، هو نقص الاكسجين في الجسم، فبيؤدي ان الوظائف مش بتشتغل كويس. لو قررنا ان احنا نكمل فكده الجسم هيتعب اكتر، فلازم ننزل ساعتها. انا كنت زعلانه جدا طبعا ان انا نزلت وما كملتش الجبل، كنت زعلانه جدا. بعد ما رجعت مصر بشويه قررت ان لا انا هتمرن اكتر. وفعلا بعدها بسنه طلعت جبل في الارجنتين. بعد كده في 2018 قررت ان انا هطلع كليمانجارو تاني. في 2015 تسلقت جبل البروس في روسيا، اعلى قمه في اوروبا. في البروس لما رجعت مصر بصراحة عرفت ان انا اول سيدة مصرية تتسلق الجبل ده، ما كنتش عارفة يعني وانا مسافرة. انا عايزة اكمل بقى الـ 7 summits، عايزة اكمل بقية الجبال. لو حد فشل في حاجة او ما قدرش يكمل اللي هو عايزه، حاول تاني ويتمرن ويعافر واكيد هيوصل يعني.